عمل المحال التجارية قريب جدا هنسمع ان في انعدام للمخزون فيها نهائيا، ده يمكن اللي تم التحذير منه، وان الامن الغذائي في غزة بدأ الدخول في مرحلة الخطر في ظل محاصرة القطاع من يوم 7 اكتوبر ولغاية دلوقتي. تفاصيل ومعلومات اكتر منا واحصائيات كمان بلغة الارقام هنتعرف عليها دلوقتي مع دكتورة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة واللي موجودة معانا دلوقتي على الهواء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. يعني أوضاع سيئة جدا، مخابز بتتوقف، سلاسل الإمداد والتوريد للأغذية والمحلات التجارية بتتوقف للأسف الشديد، وفقدان ونقص للمواد الغذائية. الوضع هناك شايفاه حضرتك إزاي؟ والتقارير اللي بتيجي من غزة لبرنامج الأغذية العالمي بتقول إيه؟ طبعا الوضع صعب جدا لأن غزة تحت الحصار بقالها أكثر من 10 أيام. القطاع اتخنق من طبعا قله كل المواد الانسانيه واهمها المواد الغذائيه، والاهم كمان اللي هي ندره نوع يستر. كانت عاده ما يكون دايما احنا الصوت سيء جدا، احنا عذرا ان احنا مش عارفين نسمع حضرتك، ارجو منك ان احنا نشوف مكان فيه تكون شبكه افضل ويكون الصوت اعلى. خلينا تاني نتكلم، اتفضلي. اوكي، فانا كده بتسمعيني جيد؟ افضل طبعا. اوكي، الوضع كما ذكرت الوضع في غزه صعب جدا، في يعني حصار على غزه منذ حوالي 10 ايام، وبالتالي المخزون الاستراتيجي الموجود في داخل غزه طبعا بدا على النفاذ. المحال التجاريه بالفعل بدات تنفذ منها المواد الغذائية، لكن الأخطر من هذا إن المخابز يعني أصبح عدد قليل من هذه المخابز يعني قادر على الاستمرار بسبب نقص الوقود. من حوالي 23 مخبز برنامج الأغذية العالمي كان بيعمل فيهم، الآن لم يتبقى إلا 3 مخابز فقط. لم يتبقى كام؟ 3 مخابز فقط. 3، نعم. ده طبعا نقص المياه، لان طبعا من غير المياه هي الحياه، من غير المياه يعني حتى الاكل مش يعني لم يتوفر، يعني احتياجات الناس طبعا للمياه حتى اهم من الاكل. فبصوره عامه طبعا في احتياج بصوره يوميه طبعا اكيد للمواد الغذائيه، لكن اهمها الخبز بالاضافه طبعا الى المياه. وبالتالي يعني احنا حاولنا ان احنا الفتره الاخيره كان هناك مخزون في داخل غزه في مخازننا للدقيق القمح. طبعا كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نستمر في تقديم الدقيق القمح الى المخابز حتى نستطيع ان نساعد الاسر على الحصول حتى على الخبز. بالاضافه الى هذا طبعا يعني في مشكله اكيد في توفر المواد الغذائيه في المحال التجاريه. احنا كنا قبل هذه الازمه كان البرنامج بيوزع قسائم الكترونيه في داخل غزه بيستفيد بيها الناس انهم بيروحوا للمتاجر ويستبدلوها بمواد غذائيه. كل طبعا المخزون بدا على النفاذ، سواء كان في المحال التجاريه الوقود اللي بيخلي المخابز تشتغل، بالاضافه الى ده طبعا اكيد المحل اللي الناس بتروح تستبدل منها القسائم، وبالتالي طبعا الميه والاكل هو من السلع الاساسيه اللي احنا اعتقد تم اعطائها اولويه في القوافل اللي دخلت غزه الايام الاخيره. يعني التقارير اكيد طبعا في تقارير يوميه بتيجي لبرنامج الاغذيه العالمي لحضراتكم عن الحاله في غزه والتقديرات الخاصه بمدى يعني استهلاك المواد الغذائيه او الحاجه اللي محتاجينها المواطنين واهلنا في غزه. سؤال لحضرتك فيما يتعلق بسلاسل الامداد والتموين، لان احنا في ظل حرب، في قصف يومي، في طرق بيتم قصفها، ازاي بيتم توزيع المواد القمح والمواد الغذائيه دي من المخازن للمحال التجاريه عشان توصل لاهلنا في غزه؟ يعني اكيد في مشكله فيما يتعلق بالامداد والتموين وتوصيل المواد الغذائيه المطلوبه لاهلنا في غزه. يعني عندك حق، وانت لمست اكتر نقطه مهمه في الموضوع، ان في داخل غزه حتى مع ادخال المواد الغذائيه اللي بتخش عن طريق القوافل في مشكله كبيره، وهي
التحرك في داخل غزة. يعني حتى في تجار الجملة ما زال عندهم مخزون بس مش قادرين يوصلوا المخزون اللي موجود عندهم للمحلات التجارية، لكن أنا بتكلم يعني المخزون اللي مع تجار الجملة لا يتعدى أسبوعين. وبالتالي مهم جدا أن يكون في الخطوة الجاية تأمين التحركات داخل غزة، بالإضافة طبعا أن البنية التحتية تأثرت، يعني طرق كثيرة اتدمرت، وغزة كانت بالفعل تعاني حتى قبل هذا من أنها كانت البنية التحتية فيها ضعيفة، وبالتالي أصبح في صعوبة في الوصول من منطقة لأخرى، والتحركات حتى وعلى الأخص إذا كنت بتنقل كميات كبيرة من الغذاء. بالنسبة للبرنامج إحنا يعني طبعا عشان كده إحنا بنشتغل حوالي هم ثلاث مخابز اللي بيشتغلوا دلوقتي، إن عندهم نقص شديد في الوقود، وبالإضافة لده صعوبة الوصول لهذه المخابز. ما زال لدينا كبرنامج أغذية عالمي بعض المخزون من دقيق القمح موجود في المخازن، ده اللي بنقدمه للمواطنين اللي بيتحول طبعا لرغيف القمح اللي بيقدم بيهم بصورة يومية. طيب يعني احنا بنقول ان احنا بقى عندنا يعني مخزون قليل جدا، لكن الثلاث مخابز دول هل هم سهل الوصول ليهم من قبل اهالي غزه، ولا الناس اللي موجوده بس في المناطق المحيطه بيها هي اللي تقدر تاخد العيش؟ مفيش اي وسيله ان احنا نوصل العيش المخبوز ده لاهالينا في الاماكن المختلفه؟ بصي، هو طبعا انت يعني اما تبصي على عدد سكان قطاع غزه حوالي 2 مليون شخص، 2 مليون شخص وثلاث مخابز طبعا اكيد لا يكفي، لكن الان يعني الكل مع القوافل اللي داخله في اجهزه معلبه جاهزه للاكل، او عفوا اغذيه يعني جاهزه للاكل، معلبات كلها في الحقيقه في يعني من ناحيه الهلال الاحمر المصري برنامج الاغذيه العالمي في تكاتف لجعل طبعا كل شيء اولويه، والعلاج اولويه، والمعدات الطبيه اولويه، لكن ايضا الغذاء والمياه. وانا شايفه ان جزء كبير من المواد المحمله على هذه القوافل مواد غذائيه. اكيد. كل الشكر ليكي الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كل الشكر ليكي وللجهود اللي بيقوم بها برنامج الغذاء.